وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة المهندس يوسف أحمد نور مدير إدارة الأوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن العمل الخيري يلعب دورا مهما وإيجابيا في تطور المجتمعات وتنبيتها. العمل الخيري يمثل حقيقة قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو سلوك حضاري حي لا يمكنه النمو سوى في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية. فالعمل الخيري يلعب دورا مهما حقيقة وإيجابيا في تطوير المجتمعات وتنميتها. من خلال المؤسسات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة، كما يساعد العمل الخيري على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في هذا المجال. وأن مملكة البحرين ولا يخفى عليكم تزخر ولله الحمد بالمؤسسات والهيئات الخيرية الأهلية التي طالما شكلت رافدا أساسيا وعملا مهما في نجاح مسيرة العمل الإنساني الرسمي أو الحكومي.